بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. وأيام شديدة الخصوصية للنادي الأهلي عندما يديك المنافس القول الفصل. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة في مساء الاثنين من ملك وكتابة. هي بالفعل زي ما أشار المهندس عدلي، بعد حالة من الارتباك والاشتباك والالتباس والكلام على علاقة كفالة وكلام أعتقد تبعته بشكل كبير جدا، يهديك المنافس بالفعل الحل الجذري لهذه الإشكالية. لكن ده جاي في توقيت كمان أعتقد الأهلي بياخدوا خطواته في دوري أبطال أفريقيا، عنده مباراة مع الترجي لعبها، حقق نتيجة تعادلية أثارت بعض القلاقل. هل بالفعل هؤلاء الذين انتابهم القلق على الأهلي في هذه البطولة عندهم حق ولا لا؟ هل ده مؤشر لشيء ولا الحقيقة والواقع إيه؟ هل فريق الأهلي هيفضل على هذه الحالة ولا مهندس الصفقات يتحرك في السر؟ هل الأهلي فعلا يدخر وسعا في سبيل تدعيم فرقته؟ وإيه ملامح الصفقات اللي ممكن يهتم لجنة الكورة مع الجهاز الفني مع مدير الصفقات بإبرامها لاستعادة قوة ونجاعة الفريق؟ أعتقد حلقة تأتي في هذا التوقيت الذي يتواكب مع مرور 16 سنة على رحيل خالد الذكر دوما الكابتن صالح سليم. دي مسألة برضو تدفعنا للتوقف بتأمل يا باشمهندس. كابتن صالح سليم واحد من أهم حراس قيم وتقاليد النادي الأهلي، ومن أهم معلم الجيل الحالي بالنموذج وليس بالمحاضرة. كان يفعل والكل يرى ويقتنع ويقلد. ترك خلفه مدرسة هي تحافظ على الأهلي بقدر ما تستطيع، ولكن هو صالح سليم واحد. ولكن أيضا في ظل الأحداث الصخبة دايما أنا في آخر النفق كده المنحة في المحنة والكلام ده حقيقي. وكلام كتير جدا أنت مجهزه لنا، وبس أرجو أن العطل الإلكتروني اللي بيشل حركة الناس من العصر يكون انتهى عشان نقدر نجيب للناس يعني اللي يقدروا يتابعوا معنا بالصوت والصورة والأدلة ما سوف نتحدث عنه. ابقوا معنا، هناك الكثير لنقوله في هذه الحلقة. ولكن